كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اتهم قطر بدعم الأحداث الإرهابية الممنهجة التي عاشتها المملكة مطالبا بردع كل من يدعم ويمول الإرهاب من كيانات وأفراد وتعزيزا للجهود المبذولة للقضاء على التطرف والإرهاب وإيمانا بأهمية التحالفات لتثبيت الأمن والسلام قامت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبدعم من دول عدة بممارسة حق سيادي من حقوقها التي كفلها القانون الدولي واتخذت قرارا بقطع العلاقات مع قطر بعد صبر طويل واستنفاد كل السبل المتاحة لإيقاف سياسات انتهكت علاقات الأخوة ومبادئ حسن الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتوفير الدعم المادي والملاذ الآمن للإرهابيين والمطلوبين قضائيا في بلدانهم والترويج عبر وسائلها الإعلامية لخطاب الكراهية والفكر المتطرف والمؤسسات والشخصيات الداعمة له.